بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الأول الثانوي في درس جديد من دروس الترايجونومتري. النهاردة إن شاء الله بنتعلم how to solve trigonometric equation. يعني بيديني كده equation وبيطلب مني what is the angle that satisfy this equation. نحاول نشرح كده من خلال اكزامبل كده. هنفترض ان عندنا مثلا يقول لي اف ثيتا بلونجز تو 0 و 2 باي. احنا طبعا عارفين ان الباي 180، يعني 2 باي مين ذات 360. يقول لي فايند سوليوشن سيت اوف ذيس ايكويشن كوزاين 2 كوزين ثيتا بلس 1 ايكوال 0. قبل ما نبدا كده السولفنج بتاع الايكويشن دي، عاوزين نراجع حته صغيره كده من الترم الاول. احنا عندنا طبعا عارفين استك رول، دي الفيرست كوادرنت ودي السكند وهنا الثيرد والفورث. انتوا طبعا عارفين ان هنا في الفيرست كوادرنت الاول فانكشن ساين كوزاين تان ومقلوباتها ار بوزيتيف، فهنا الاول فانكشن ار بوزيتيف. طبعا في السكند سولفينج، احنا النهارده بنتعلم هاو تو سولف ترايجونومتريك ايكويشن. فنرجع تاني، احنا هنا في الفيرست الاول فانكشن ار بوزيتيف، هنا الساين ومقلوبها بس اللي هو ار بوزيتيف. في الثيرد كوادرنت التان هي اللي بوزيتيف ومقلوبها والكوتان، وهنا الكوزاين هي اللي بوزيتيف. فبنحاول عشان نسهل حفظ الرول دهوت، فبنعمل كده، يعني A تعني اول، وهنا S تعني ساين، وهنا T تعني تان، وهنا السي تعني كوزاين. فبنقول ايه كده، استكول لتسهيل الحفظ. طيب نكمل بقى، نرجع تاني الايكويشن بتاعتنا. احنا عندنا 2 كوزاين ثيتا بلس 1 ايكوال 0. مطلوب مني سوليوشن سيت، يعني فايند ذا انجل ثيتا ذات ساتيسفاي ذيس ايكويشن. بدايه بنجيب الكوزاين ثيتا ايكويشن عاديه، بنودي الوان الجهه الثانيه، يبقى هنا 2 كوزاين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1، ويبقى كوزاين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. بصراحه احنا عندنا كوزاين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2، دي تعتبر محور الحل. نكتبها تاني كده، كوزاين ثيتا ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 2، لان دي بطلع منها حاجتين اتنين. اول حاجه بطلع منها الاكيوت انجل، اللي ساتسفاي ذيس ايكويشن. تاني حاجه بحدد منها الكوادرنت الثيتا بلونجز تو ان كوادرنت. طيب نمسك واحده واحده كده. الاكيوت انجل بجيبها ازاي؟ بيبقى طبعا بالشيفت، بالكالكوليتور شيفت كوزاين هاف. انا بقول هاف مش نيجاتيف هاف، هاف انا بقول اكيوت، يعني بدخل البوزيتيف بتاعه الفاليو دي البوزيتيف، يعني بقول شيفت كوزاين هاف. فطبعا هتبقى ثيتا ايكوالز هتبقى ايكوال 60، شيفت كوزاين هاف نوت نيجاتيف، انا بجيب اكيوت انجل. طيب دي اول حاجه استفدناها من الايكويشن دي. تاني حاجه احنا عندنا طبعا الكوادنت معروف طبعا ان الكوزاين بتبقى هنا نيجاتيف، فانا بشوف نيجاتيف في انهي كوادرنت. نرجع تاني الاستكول، هلاقي ان الكوزاين بوزيتيف في الفيرست والفورث، يبقى نيجاتيف في الايه، في السكند والثيرد. يبقى هنا الثيتا بلونجز تو سكند كوادرنت وثيرد كوادرنت. طيب فاحنا بنجيب ثيتا في السكند وبنجيب ثيتا في الثيرد وانتهى الموضوع على كده. يبقى ثيتا ان سكند كوادرنت ايكوالز، احنا طبعا عارفين طبعا من الترم الاول برضو ان احنا بنجيب الانجل
سواء في اي كوادرنت عن طريق 180 و 360. لو في السكند بيبقى 180 ماينس، لو في الثيرد 180 بلس، لو في الفورث 360 ماينس، لو في الفيرست بتبقى هي نفس الاكيوت 180 ماينس. ماينس مين؟ الاكيوت انجل اللي انا جبتها. طيب يلا نرجع تاني، يبقى هنا الثيتا في السكند ايكوالز 180 ماينس، ماينس مين؟ الاكيوت انجل اللي انا جبتها ماينس ال 60، يبقى ايكوال 120. طيب ثيتا ان ثيرد كوادرنت يبقى ايكوال 180 بلس، بلس مين؟ الاكيوت الانجل اللي جبتها، يبقى ايكوالز 240. وبكده يبقى السوليوشن ست اللي عندي ايكوالز 120 و 240. بمعنى لو احنا شلنا الثيتا وحطينا مكانها اي انجل من دول هتبقى هتحقق الايكويشن كلها. طيب لو طلب مني الجنرال سوليوشن، دي السوليوشن في الانترفال اللي هو طلبها مني. هو طلب مني انترفال فين؟ من اول 0 لغايه 2 باي، يعني في الفور كوادرنت بس، ما طلبش مني ان اخرج عنهم. لكن لو طلب مني الجنرال سوليوشن يبقى ايه معنى كلمه جنرال سوليوشن؟ يعني بيجيب لي كل، عايز كل الايكويفالنت انجلز للانجلز دول. ببساطة جدا لو طلب مني الجنرال، احنا خدنا السوليوشن ست في اللي فاتت، ايه كان 120 و 240، دي في الانترفال، في الانترفال من 0 ل 2 باي. طب لو طلب مني الجنرال سوليوشن يا ترى الامر بيختلف؟ احنا مجرد بنجيب بس الانجل 120 وبزود عليها 2n باي او 240 بلس 2n باي. ايه معنى 2n باي دي؟ انا عندي طبعا من معلوماتي برضو اعرف ان الانجل البير بتاعتها بتعيد نفسها كل 360، كل 2 باي. يعني مثلا الانجل 120، الانجل دي كل 2 باي بتعيد نفسها، بنرجع تاني نفس المكان، كل 2 باي بترجع تعيد نفس المكان وهكذا. فاحنا بنزود عليها 2 ان باي، ان دي لعدد دورات، يبقى 2 باي 2 باي ان. برضو نفس الحكايه مع 240 بلس 2 ان باي. يبقى لو طلب مني سوليوشن ست في انترفال من 0 ل 2 باي اهو، لو طلب مني جنرال سوليوشن مجرد بزود عليها 2n باي. طيب ناخد كمان اكزامبل كده نوضح منها جنرال سوليوشن بشكل اكبر شويه. لو قال لي فايند جنرال سوليوشن اوف 2 كوزاين ثيتا بلس روت 3 ايكوال 0. طيب هنعيد تاني نفس الفكره اللي فاتت بنفس الخطواتها. اول خطوه نراجع مع بعض كده، اول خطوه بجيب كوزين سيتا من الايكويشن بشكل عادي تماما، كوزين سيتا هنودي طبعا روت 3 الجهه الثانيه بالنيجاتيف، وبعدين نعمل ديفايد 2 فهتبقى ايكوالز نيجاتيف روت 3 اوفر 2، دي ما فيهاش مشكله. الخطوة التانية أو المرحلة التانية بحسب الأكيوت أنجل وبشوف كوادرنت من خلال الإكويشن دي. الأكيوت أنجل إحنا قلنا شيفت كوزاين البوزيتيف بتاع الفاليو دي، يعني شيفت كوزاين روت 3 أوفر 2، شيفت كوزاين روت 3 أوفر 2، فطبعا بالبوزيتيف نوت نيجاتيف، طبعا دي ايكوال 30. بعد كده بحدد كوادنت، فبقول الكوزاين هنا نيجاتيف، قلنا نيجاتيف، نرجع تاني هنا استك رول، الكوزاين بوزيتيف في الفيرست والفورث، يبقى هنا نيجاتيف في الايه؟ في السكند والثيرد. يبقى دي معناها ان ثيتا بلونجز تو السكند والثيرد.
فبجيب دلوقتي كل اللي بعمله بجيب السيتا في السكند والسيتا في الثيرد، يبقى هنا السيتا ان سكند كوادرنت بتبقى 180 ماينس، والسيتا في الثيرد ايكوالز 180 بلس زي ما احنا متعودين، 180 ماينس وبلس، بلس مين وماينس مين؟ بلس الاكيوت انجل اللي هي ال 30. فطبعا في انجل هتديني هنا 150، وهنا هتبقى ايكوالز 210، 150 وهنا 210، ويبقى الجنرال سوليوشن يبقى سيتا ايكوال 150 plus 2 n pi or 210 plus 2 n pi، ويبقى دي general solution. فما فيش اختلاف كبير بينها وبين general solution وبين solution interval. في بقى بعض special cases عاوزين نتعرف عليها وعاوزين نتعرض لها ونشوف ازاي بنقدر نحسبها. special cases انا عندي بالنسبه للساين والكوزاين اللي هي كوادرانتال انجلز اللي هي عند حدود الكوادرنت. يعني مثلا لو قال لي ايه، لو قال لي ساين سيتا ايكوال 0، ساين سيتا ايكوال 1، ساين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1، عايزين نتعرف بقى على الجنرال سوليوشن بتاعتها. هنا عايزين نعرف جنرال سوليوشن دي الايكويشن، يا ترى الجنرال سوليوشن عباره عن ايه؟ ممكن نتذكر شويه حاجات خدناها في الترم الاول وهتنفعنا في الموضوع ده. احنا طبعا عارفين مثلا الساين، لو جينا مثلا من الترم الاول تذكرنا البيهيفير بتاعها الكيرف بتاع الساين، هنلاقي دي مثلا 0 هنا باي اوفر 2 ودي باي ودي 3 باي اوفر 2 ودي هنا 2 باي، دي ال 0 90 180 270 360. هنا طبعا في 1 وهنا نيجاتيف 1 اللي احنا عارفين الساين بتوين ال 1 والنيجاتيف 1، دي اللي هو ايه المدى بتاعها. طيب نحاول بقى نرسم كده نتذكر مع بعض كده الساين، فهنلاقي ان ساين سيتا ساين 0 ب 0 ساين 90 ب 1 ساين 180 ب 0 ساين 270 ب نيجاتيف 1 360 ساين بتاعها ب 0. فهلاقي ان الساين ثيتا ايكوال 0 دي عند ال 0 وال 180 وال 360، يعني بتكرر نفسها كل باي كل 180. لذلك بنقول ثيتا هنا ايكوال 0 بلس ان باي، يعني كل باي بتعيد نفسها يعني ايكوال ان باي. This general solution بتاع sin theta equal 0، فقلنا ان هي equal 0 وبتعيد نفسها كل باي يعني كل باي بترجع لنفس البوينت تاني وهكذا. طيب sin theta equal 1 هي طبعا تبقى equal 1 فين؟ لما تكون theta equal pi over 2 وبتعيد نفسها كل 2n باي، دي البيريود بتاعتها. طيب negative 1 يبقى هنا سيتا بتبقى ايكوال نيجاتيف 1 امتى؟ عند هنا ايه؟ 3 باي اوفر 2 بلس 2 ان باي. يبقى دي الايكويشن ودي جنرال سوليوشن بتاعها، وبنحاول بالشكل ده مجرد نتذكره بنتذكر كل دول من غير ما نحفظ ولا اي حاجه. بدون حفظ. يعني الموضوع جه مستنتج كده مجرد ايه عرفنا الكيرف دي. طيب نفس الكلام ممكن نعمله مع الكوزاين. لو قال لي مثلا مديني ايكويشن هنا اللي هي special cases equation ودي general solution،
عايزين نعرف مثلا كوزاين ثيتا ايكوال 0، كوزاين ثيتا ايكوال 1، كوزاين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1. وعايزين برضو مع بعض بنفس الطريقة وبنفس السيستم نستنتج مع بعض الجنرال سوليوشن بتاع السبيشال ايكويشن دي. نحاول برضو نتذكر مع بعض برضو كده الايه الكيرف بتاع بتاع كوزاين. طبعا ادي الزيرو وادي باي اوفر 2، وهنا الباي 3 باي اوفر 2 باي، وهنا طبعا ال1 والنيجاتيف 1 زي ما احنا متعودين، لان برضو هنا الكوزاين لا بتزيد عن ال1 ولا بتقل عن النيجاتيف 1، هي بتوين ال1 والنيجاتيف 1. طبعا هنا انا عندي كوزاين 0 ب 1 دي البدايه. الساين 0 كنت ببدا من عندي 0، ساين 0 ب 0، لكن كوزاين 0 ب 1. طيب كوزاين باي اوفر 2 ب 0، طب كوزاين باي ب نيجاتيف 1، طيب كوزاين 270 ب 0، كوزاين 360 ب 1. برضو البير بتاعتها البير بتاع الفانكشن كلها او بتاع الايكويشن كلها ايه 360. نحاول بقى نستنتج بقى من الكيرف بقى كده الجنرال سوليوشن. كوزاين ثيتا ايكوال 0 دي بتتحقق عند الباي اوفر 2 عند ال 90، وبتعيد نفسها كل باي كل 180 بتعيد نفسها بترجع تاني عند الزيرو. لذلك بنقول جنرال سوليوشن ثيتا ايكوال بدايتها عند الباي اوفر 2 وبتعيد نفسها كل باي، فبنقول باي اوفر 2 بلس ان باي. طيب كوزاين ثيتا ايكوال 1 طبعا دي بدايتها الزيرو وبتعيد نفسها كل 2 ان باي، يبقى ثيتا كل 360 يبقى ايكوال 0 بلس 2n باي اللي هي ايكوال 2n باي. طيب كوزاين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1 ده عند مين؟ يبقى ثيتا عند ال 180 هي اللي ايكوال نيجاتيف 1، فايكوال هنا باي وبتعيد نفسها كل 2n باي. وهكذا استنتجنا مع بعض بمنتهى البساطه مجرد بس نتذكر بس الكيرف بتاع الفانكشن سواء الساين او كوزاين بنقدر نستنتج الجنرال سوليوشن بتاع السبيشال كيسز دي. طيب نحاول بقى يعني ناخد اكزامبلز بقى على الايه على على بعض الحاجات ديت اللي بيها، نحاول بقى نشوف ازاي نستفيد منها وازاي نقدر نتعامل مع الايه الافكار المختلفه في الايه في الايكويشنز. ناخد مثلا يقول لي فايند general solution للإيكويشن sin ثيتا كوزين ثيتا equals half sin ثيتا. احنا طبعا هنا الامر يختلف شويه، انا هبدا ناخد الافكار بقى ستيب باي ستيب كده واحد اتنين كده، يعني نحاول ايه اللي بيها نحاول نغطي افكارها ان شاء الله. انا عندي هنا يفضل هخلي كله طبعا في ايه في سايد واحد في وان سايد، فهقول يبقى ساين ثيتا كوزاين ثيتا طبعا الهاف هتيجي في السايد هيبقى نيجاتيف هاف ساين ثيتا ايكوال زيرو. انا هنا شايف في امكانيه فاكتورايز، في كومن فاكتور الساين ثيتا هنا كومن فاكتور، فهناخد الساين ثيتا كومن فاكتور هيتبقى لنا هنا كوزاين ثيتا ماينس، وهنا الديفايد ساين هتروح مع الساين يتبقى لي هاف كل دي ايكوال زيرو. فطبعا زي ما احنا عارفين من معلوماتنا ان التايمز بتاع التو فانكشن دول ايكوال زيرو، يبقى حاجه من الاثنين اما ساين ثيتا ايكوال زيرو او كوزاين ثيتا ماينس هاف ايكوال زيرو. والله ساين ثيتا ايكوال زيرو خلاص مفروغ منها، احنا لسه واخدينها من
من دقيقة، ساين ثيتا ايكوال زيرو، يبقى الثيتا ايكوال ان باي، دي جنرال سوليوشن بتاعها، دي ما فيهاش اي مشكلة خالص. يبقى هنا ثيتا ايكوال ان باي، دي جنرال سوليوشن بتاع ساين ثيتا ايكوال زيرو. طب هنا بقى هنا دي بقى ايكويشن عادية خالص، اللي هي اللي خدناها في اول فكرة، في اول اكزامبل، زيها مش بعيدة عنها. طبعا هتبقى كوزاين ثيتا الجهة التانية ايكوال هاف الاذر سايد، ودي بنطلع منها بحاجتين. اول حاجة بجيب الاكيوت انجل، بنرجع تاني نفس الكلام بتاعنا بنفس القصة، ما بعدناش، الاكيوت انجل، وبجيب الكوادرنت. طبعا الاكيوت انجل بيبقى ايه؟ شيفت كوزاين هاف، شيفت كوزاين هاف، فدي طبعا ايكوال 60 بالكولكليتور. وطبعا احنا عشان نحدد كوادرنت احنا من خلال الساين بتاع الفانكشن. انا عندي كوزاين سيتا ايكوال هاف، دي بوزيتيف، نفس الكلام، يلا استكول هنا كوزاين بوزيتيف، فين بوزيتيف؟ في الفيرست والفورث. يبقى سيتا هنا بلونجز تو الفيرست والفورث كوادرنت. بجيب طبعا ايه السيتا، بجيب السيتا في الفيرست، هي نفس الاكيوت، هي نفس الاكيوت انجل اللي هي 60، وبجيب السيتا في الفورث. انا ممكن بقى اعمل ايه في الفورث؟ بيبقى 360 ماينس الاكيوت انجل ايكوال 300. وعلى فكره بالمناسبه ال 300 دي ممكن اقول عليها نيجاتيف 60، وممكن اقول عليها نيجاتيف باي اوفر 3، لان ال 60 هي باي اوفر 3. اوكي، دي لغايه دلوقتي انا جبت الانجل العاديه، فاضل بقى الجنرال سوليوشن. الجنرال بقى سوليوشن هجمع كل اللي انا بقى جبته، اللي هو من سيتا ساين سيتا ايكوال زيرو اللي طلعت معانا بان باي، دي اول سيتا، سيتا ايكوال او سيتا ايكوالز اللي هي الحل الثاني اللي هي الباي اوفر 3 اللي هي 60، اللي هي 60 بلس 2 ان باي، او سيتا ايكوالز اللي هي 300 اللي هي نيجاتيف 60 واللي ممكن نيجاتيف باي اوفر 3. اي واحده من دول باي اوفر 3 بلس 2 ان باي. وعلى فكره ممكن نختصر برضو في الكتابه، يبقى يعني ممكن نكتبها كده، الاولانيه سيتا ايكوال ان باي، ما فيهاش اي قضيه، ما فيهاش اي مشاكل. التانية ممكن نكتبها بدل ما اكتب بوزيتيف ونيجاتيف، ممكن بوزيتيف او نيجاتيف باي اوفر 3 بلس 2 ان باي، ويبقى هو دي جنرال سوليوشن بتاع الايكويشن بتاعي بشكل مبسط وشكل مختصر. طيب ممكن ناخد انذر اكزامبل، نحاول كده ايه يعني، نحاول نغطي الافكار بشكل اكبر شويه. يعني انا على فكره ببدا بالافكار يعني بالتدريج، يعني من تحت لفوق، فبنحاول كل شويه بنزود حته كده في الفكره بتاعتي، نعلى شويه الفكره اعلى شويه. هنا بيقول لي find general solution of 4 sin power 2 theta minus 3 sin سيتا كوزاين سيتا ايكوال زيرو. ظهر لي دلوقتي ساين وكوزاين مع بعض. طب ممكن نبتدي بنفس البدايه اللي بدأناها في الاكزامبل اللي هو اللي فات، يعني هلاقي فيه كومن فاكتور اطلعه على طول، في امكانيه فاكتورايز اعمل فاكتورايز، ما دي من ضمن وسائل السولفنج بتاع الايكويشن. طيب انا هنا هطلع الساين سيتا كومن فاكتور، هيتبقى لي هنا لما اعمل ديفايد ساين هيبقى 4 ساين سيتا ماينس، هنا لما اعمل دي ديفايد ساين الساين هتروح مع الساين، هيتبقى لي 3 كوزاين سيتا، كل دي ايكوال 0.
والله ساين سيتا ايكوال زيرو اللي هي دي، اما دي ايكوال زيرو او البراكت ايكوال زيرو. ساين سيتا ايكوال زيرو دي خلاص بقت مشكله ومحلوله، ما فيهاش اي مشكله، وبقت بمنتهى البساطه سيتا ايكوال ان باي. دي من السبيشال كيسز اللي احنا استنتجناها مع بعض. انا مشكلتنا دلوقتي فين؟ في البراكت. يعني هنا مثلا لما اقول 4 ساين سيتا ماينس 3 كوزاين سيتا ايكوال 0، احنا هنا ايه المشكله اللي هنا ظهرت لي؟ هنا ان ظهرت لي ساين وكوزاين في نفس الوقت. كان في الاكزامبلز اللي فاتت كان يا اما ساين بس كوزاين بس تان بس، كان فانكشن واحده، لكن هنا تو فانكشن. تبقى اتصرف ازاي فيها معايا كده ونشوف ازاي نتصرف. انا ممكن اعمل 4 ساين سيتا اودي ال 3 كوزاين سيتا الاذر سايد ب 3 كوزاين سيتا. طيب انتوا طبعا فاكرين معايا ريشيو اللي احنا درسناها في جريد 6، انا دي ريشيو، بس انا عايز احطها بانذر فورم. ازاي يعني؟ مثلا اقول ساين سيتا اوفر كوزاين سيتا. فاكرين كنا ازاي بنحولها لانذر فورم؟ مين اللي جنب الساين؟ الفور، فهتنحط كده 4. مين اللي جنب التايمز كوزاين؟ 3، فهنحطها عشان لما اعمل كوس مالتيبليكيشن بيرجعوا تاني جنب بعض. الله، ده ساين سيتا اوفر كوزاين هي مين؟ هي تان سيتا من الايدنتيتيز اللي احنا درسناها. يعني ممكن الشكل ده بدل ما يبقى احط ساين اوفر كوزاين، انا عندي، طب هنكتب تاني اللي احنا وصلنا له. احنا قلنا ساين سيتا اوفر كوزاين سيتا equals 3 over 4. انا ممكن اشيل الساين اوفر كوزاين دي وينكتب مكانها ايه؟ تمام، تان سيتا equal 3 over 4. احنا كده بقت، احنا استفدنا ايه دلوقتي؟ بقت فانكشن واحده، يعني بقت خلاص بقت مساله عاديه خالص زيها زي اللي فاتت. طب احنا ممكن بقى برضو نفس الحكايه، هجيب هنا برضو اللي هي الاكيوت انجل، وهجيب الكوادرنت، فهتبقى طبعا الاكيوت انجل شيفت تان 3 اوفر 4 هتبقى ايكوالز، هتبقى بالكولكليتور 3652 مينت، وهيبقى طبعا التان في الفيرست بوزيتيف في الفيرست والثيرد، يبقى سيتا بلونجز تو الفيرست والثيرد. ويبقى الجنرال سوليوشن اللي عندي عباره عن اللي هي الانجل اللي هي ان باي، واللي هي 3652 مينت بلس ان باي. ان باي لان التان بتعيد نفسها كل باي، فباخد الاكيوت وازود عليها 180، بتعيد نفسها كل باي. الى هنا ننتهي، ان نصل الى نهايه حلقتنا اليوم. نرجو ان نكون قد استفدنا. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.